اللي لا يحتاج فيه حرف ملاحق بلاد بدائل. يناير تقويم أمازيغي يؤرخ لمعالم التاريخ والهوية الوطنية للكتاب اهتمام خاص هذه السنة، يعود ذلك للحفاظ على الموروث الشفوي. وإذا كان خطرنا وركزنا على نشر وكتاب الكتب كل الأنواع، يعني الرواية والشعر والمسرح والبحوث، هلا بينا باش تنتقل الأمازيغية من الحقل الشفوي إلى حقل الكتابة. وكما لكل مناسبة تقاليدها وطقوسها الشعبية، أقيم حفل زفاف على الطريقة المحلية الخاصة بتيدي وجلو بجاية وبرج مائري. انتهى الحفل بموسيقى شعبية قدمها الفائزون في مهرجان يوسف فوقاتي وأسي محن أو محن في تيدي وجلو وأدرار نفاس في بجاية.